عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم طبعا عن الجزائريين اللي وصلوا من اوكرانيا لحد الجزائر، ومنهم بنت عملوا معاها لقاء، لكن البنت كانت منهارة جدا جدا جدا. طبعا اول ما وصلت المطار واهلها ربنا يكون في عونهم يا رب، وكل الأولاد يا رب يوصلوا سالمين غانمين في كل المناطق يا رب إن شاء الله. بيحكي عن المعاناة الشديدة جدا جدا جدا، وإن هم كانوا بيشوفوا الموت بعينيهم، دي حاجة فعلا يعني أي حد، أي مشهد أي حد يترعب له، وخصوصا إن هم كمان لسه صغيرين في السن، ما هماش كبار، ولا أهلهم كان كبير عليهم جدا جدا جدا. آدي واحدة شفناها أهي بعينينا ومنهارة قد إيه، وبتحمد ربنا إن هي وصلت ومش متملكة أعصابها نهائي. ما شفنا والد الطالب المصري اللي هناك اللي عايش وبيستنجد وبيستغيث، والاب منهار جدا 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 علشان ابنه هناك في المستشفى وتحتيها ضرب نار، وخايف جدا على ابنه ونفسه ان هو يجي بألف سلامة يا رب ان شاء الله. بصراحة معنا يعني ما فيش اي اخبار عنه حاليا، ربنا يا رب يرجعه برضو سالم غانم. وكان في كام تعليق كده بيقولوا ما هم صح ليهم حق، الاوكرانيين هم اللي يركبوا الاول، يعني في حد في موقف الشاب المغربي اللي وقف على الباب وطلع العرب وطلع الستات علشان يركبوا، لما كانوا بيركبوا الاوكرانيين الاول وسايبين العرب مش راضين يركبوهم في الاتوبيس يعني. المهم وقف شاب مغربي وقال لا محدش هيركب، هما ايه دول هيركبوا الاول الستات والعرب دول هيركبوا الاول، احنا مش عارفين نركب مش عارفين ياخدوا دور خالص. فكان في حد علق من احد التعليقات وقال ان هم حقهم من الاوكرانيين هم اللي يركبوا الاول. الاول حقهم في ايه؟ حقهم ان انت يكون في بلدك ناس من المفروض ان هم ضيوف عندك وحقامه الحرب لاي الاسباب، ان هم ما يبقاش ليهم اولويه خالص، وان انت تركب الاول وتدوس على الناس، حقهم فين؟ حق ايه الاوكرانيين ان هم يركبوا؟ حقهم في ايه؟ والله طلع اتوبيسين، طلع واحد للاوكرانيين وواحد للعرب، لكن مش الاوكرانيين يركبوا العرب، لا ما دول ناس ودول ناس. الرحمه ما بتعرفش مين دي بلد مين ولا مش بلد مين، الرحمه ملهاش علاقه ان عندك دول ناس في بلدك فدي بلدي فانا الاهم منهم او لا، بالعكس انت المفروض يعني تكرمهم لان هم ضيوف عندك، هم ما لهمش ذنب، ناس جايه تدرس. بتغالط او بتقول ان الشاب المغربي غلط وان هو تصرف غلط وتصرف مش عارفه ايه، تصرف غلط في ايه؟ واحد شايف الناس بتتهن قدامه فقرر ان هو يتصرف، هو ما اذاش حد ولكن هو قرر ان هو يتصرف علشان يعني يطلع الناس دي تركب، تصرف غلط. اوكي هو غلط، لكن هو هيعمله ايه في ظل الوقت اللي انت اللي الناس فيه، في ضرب وفي نار وفي حروب وفي كل حاجه، والناس دي مش مشكله لو ماتت او عاشت، طب ما طبيعي ان الروح غالية وطبيعي ان الانسان هيدافع عن نفسه بكل الطرق المتاحة. لان في مصريين وصلوا وكمان في جزائريين وصلوا لبلدهم، وعبال كل الناس يا رب ما توصل لبلدها ويرجعوا سالمين غانمين باذن الله، وما نتمناش لاي حد حاجة وحشة، ربنا يوفق الجميع يا رب. ونشوف حضراتكم يا رب على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.